هيا بسرعة، لا تقف هكذا، افعل شيئا سوف تموت. أنا أفعل كل ما في وسعي، لا أريد أن نخسرها أبدا. هذه التجربة لن تنتهي هكذا، سنفعل شيء. لقد حاولنا في جميع الطرق يا إلهي. إذا ما العمل الآن؟ لقد خسرناها بالفعل. حبيبتي، لما أنت معكرة المزاج هكذا؟ نعم لقد نهضت ومزاجي سيء. تخيل أن والدي قدموا 100,000 دولار فقط بدلا من مليون. وأنا أيضا مزاجي سيء منذ الصباح. تلك الخادمة الغبية قامت بتخريب حقيبتي التي كانت فريدة من نوعها. أوه، أتمنى لو أنك طردت تلك الفتاة المجنونة، لأن هذا فعل غير معقول. نعم أعلم هذا، لذلك قام والدي بمعاقبتها وترحيلها إلى بلد آخر. إنها غبية. يا إلهي، إنه عقاب قوي. نعم نعم، لن أتمنى في حياتي أن أكون في مكانها أبدا. اسمعوا، يبدو أنكم اليوم جميعكم في مزاج سيء. حقا، لما هكذا؟ أخبروني. بالطبع، قل لي ما هو نوع المزاج الذي يمكن أن نتحدث عنه عندما تركني والداي بدون مال. حسناً، أقترح أن نقيم حفلة فهي تسعدنا دائماً. ما رأيكم في هذا؟ فإنها فكرة رائعة. كيف نقيم حفلة في المرآب مرة أخرى؟ نعم، وما المشكلة؟ لقد كنا نتسكع في مرآبك منذ الطفولة وقد سئم الجميع منه. إنها على حق يا أخي، كل مرة ذات شيء، لقد مللنا من هذا. أعدكم هذه المرة أن كل شيء سوف يكون مختلفاً. حسناً، لكن تذكر هذه هي فرصتك الأخيرة. اتفقنا، إذن سأنتظركم عند المساء في مرآبي. يا إلهي، لقد مللت من هذا. حسناً يا سام، ما رأيك بهذا؟ ماذا تظنون يا فتيات؟ هل سيكون شيئاً جديد؟ هل سيفكر بشيء هذه المرة؟ في حفلاته لا يوجد سوى الموسيقى الغبية والكوكتيلات والمأكولات المثيرة للاشمئزاز كالعادة. لا شيء مسلي. أجل، كالعادة لا يوجد شيء جديد. حسناً، استمعوا، نظراً لأن كل شيء غير ممتع أبداً، يمكننا أن نحاول على الأقل أن نجعل الحفلة أكثر متعة. حسناً، لكن كيف؟ انظروا إليهم كيف يرقصون كالأغبياء، حتى أنهم لا يتوقفون. إنهم مملين فعلاً. لا بأس، انظروا كيف ستتحول الحفلة الآن إلى ألوان جميلة. هيا يا صديقتي، أريهم هذا. هيا يا شباب، توقفوا قليلاً من فضلكم. انظروا، لدي صندوق فيه العديد من المهام المختلفة. أوه يا إلهي، ما هذه المهام؟ باختصار، القواعد بسيطة جداً. هيا اسحب قطعة الورق وأكمل المهمة. هيا اصمتي، وعلى الأقل دعينا نتظاهر بأننا لا نعلم أن هناك مهمة واحدة. حسناً، سأحاول. إنه دوري أنا، ابتعد، إنه دوري أنا، ابتعد، إنه دوري. هيا شبان، اهدأوا قليلاً، ودعوا من يبدأ. أولاً صديقنا ملك الحفلات، تفضل يا كيفن. حسناً، في الحقيقة أنا أتمنى أن يكون حظي قبلة معك. بالتوفيق لك. هناك نوع من الفرشاة هنا، هل هذا يعني أننا سوف نرسم؟ نعم، هيا أغمض عينيك ودعنا نذهب. أوه، ما هذه المهمة الرائعة. قليل من الوقت وستكون جاهزاً. اللمسات الأخيرة. أتساءل ماذا يفعلون هنا؟ نعم، إنهم يقبلون بعضهم قبلة القبلة. انتهينا، هل أنت مستعد؟ هيا أخرج. حسناً كيفن، هل رأيت نفسك كيف تبدو؟ لماذا تضحكون جميعاً؟ لقد نسيت أن أريك النتائج يا كيفن. لماذا فعلت هذا يا ستيلا؟ هذا غير مهم يا كيفن، أنا فقط قررت أن أسعد الجميع في هذه الحفلة السيئة والمملة. هيا انظر، وبفضلك أصبحنا سعداء الآن. في الواقع حفلتك أصبحت أكثر متعة. لماذا الجميع لا تجدوا هذه الحفلة؟ أنا تصلي لقد كانت أفضل من المدرسة. لماذا فعلت هذا؟ كيف يا صديقي، لا تصرخ هكذا. تقول أفضل من المدرسة، وكيف ذلك؟ ستيلا، عن ماذا تتحدثين؟ باختصار أيها الأصدقاء، غداً سأقيم حفلاً وسوف يقام في المدرسة أيضاً. ماذا تعنين في هذا؟ وماذا عن دان والمدير؟ والطلاب الآخرون؟ فقط نريد الاحتفال في المدرسة، ولا علاقة لأحد في هذا. لا أستطيع أن أصدق. صحيح، وهذا الشيء مستحيل أن يحصل. صدقوا أو لا تصدقوا، ولكن غداً سوف نشتري أفضل الملابس وستكون هذه أفضل حفلة في حياتنا على الإطلاق. أنت حقاً فتاة مجنونة.
حسناً، كل شيء أصبح جاهزاً لهذا الاحتفال. ولكن هل أنت متأكدة من أنها أمينة؟ ماذا لو رأنا أحد؟ بعدها سوف يطردوننا. اهدأوا، أنا متأكدة من كل شيء. إلى جانب ذلك كان لدي خطة منذ فترة طويلة، لذلك لا تقلقوا أبداً. أنت مجنونة، إذا قاموا باكتشافنا فلن نكون سعداء أبداً. ماذا بك؟ هذا شيء رائع بالفعل. حسناً يا رفاق، لقد تحدثتم بما فيه الكفاية، والآن انتهت الدروس، عودوا إلى المنزل. حسناً يا معلم، وداعاً. وأنا أيضاً أشعر بعدم بداية المنزل هنا. أنا هيا بنا يا رفاق، تعال بنا الآن. هيا، كم هو جميل. يجب أن نرتاح قليلاً. ستيلا، أنا حقاً خائفة. وأنا أيضاً أشعر بعدم الارتياح. لا تقلقوا أبداً يا فتيات، كل شيء يسير حسب الخطة، وها هو معلمنا. حسناً ستيلا، ولكن فقط كوني حذرة من فضلك. أوه يا كلبي المفضل، كم أنت جيد ولطيف. مرحباً مجدداً. أوه ستيلا مرحباً، ما الذي تفعليه هنا؟ هل هناك شيء لم تفهميه في الدروس؟ هل تحتاجين إلى شرح شيء؟ لا، أنا فقط لقد نسيت للتو خاتمي المفضل في الصف. لا بأس، تستطيعين أخذه غداً. هي كلا، أنت لا تفهم قصدي. ما الذي تتحدثين عنه يا ستيلا؟ هذا الخاتم يساوي الكثير، لا أستطيع الانتظار حتى الغد، وإلا سوف ينسرق وأنت من سيتحمل نتيجة هذا الشيء. حسناً فهمت، ولكن أعيدي لي المفاتيح مباشرة عند الانتهاء منها لأنها مهمة. نعم، لا تقلق أبداً. انتهى الآن، دعونا نفعل ذلك. حسناً، هيا بنا. ممتاز، لقد فعلناها. حسناً، أنا أنتظرك يا أستاذ. لقد وجدته، خذيه، ولكن لا تفقدي. حسناً، شكراً جزيلاً يا معلمي. على الرحب والسعة. ماذا؟ أين ذهب كلبي؟ المرحلة الأولى في الخطة لقد نجحت، وبعد ذلك لا يسعنا إلا أن نأمل في الحظ السعيد. ما هذا؟ لقد فاجأتني بفعل هذا. لقد قلت لكم، هيا دعونا نذهب إلى المدرسة الآن. أوبا، وها نحن الآن في الصف. إنه أمر مخيف عندما لا يكون هناك أحد والمدرسة فارغة. نعم، إنها مظلمة أيضاً. حسناً، استرخوا قليلاً، المدرسة هي المدرسة، لا يوجد شيء مخيف. حسناً، نعم، بالأضواء ليس الأمر مخيفاً جداً. بالمناسبة، أين هم الشبان؟ ها نحن هنا. كنا بحاجة أيضاً إلى مكان لوضع الكلب فيه. وأين تركتموه؟ وأتمنى أن لا تسيئوا في المعاملة مع هذا الكلب اللطيف. لا، جدتي تعتني به، لا تقلقوا عليه أبداً. حسناً، سنذهب لنرتدي ملابسنا بعد ذلك، وأنتم أيها الأولاد تزينون الصف من أجل الحفلة. حسناً، اتفقنا. حفلاتي أفضل على أي حال. بالطبع، بكل تأكيد. حسناً، نحن ذاهبين. الكلب وستيلا ليسا هنا، ماذا يجب علي أن أفعل؟ حسناً ستيلا، لديها درس غداً، سوف تحضر المفاتيح، ولكن يجب علي البحث عن الكلب. واتضح أنه أفضل مما أتوقع. واو يا شبان، لقد بذلتم قصارى جهدكم، لأكون صادقة كانت مفاجأة سارة. لقد حاولنا بالفعل. تحدث عن نفسك فقط. واو سوزي، كم تبدين رائعة يا حبيبتي. شكرا لك يا حبيبي. كم أكره تلك المغازلة. هيا دعونا نحظى ببعض المرح الآن، أريد أن أتسكع بشكل طبيعي منذ سنوات عديدة. لقد كانت حفلاتي رائعة وجيدة أيضا. انتهى كيفن، هيا اصمت الآن. هيا هيا. هذه حقا حفلة، لم أحتفل هكذا منذ وقت طويل. بلا كلام، لقد أدركت بعد هذه الحفلة أن حفلاتي من أسوأ الحفلات حقا. لا تشكروني أبدا، لقد نفذت المشروبات، سأذهب وأحضر شيئا آخر. والكوكتيلات كانت لديك منذ وقت طويل. دائما كانوا هنا. دعونا نرى ماذا يمكننا أن نأخذ من هنا.
حسناً، لا داعي للذعر، الأمور بخير بكل تأكيد، من الطبيعي لا تضيء المدرسة طوال الليل. أوه، الجيد أنني أخذت هاتفي معي. حسناً، سأضيء به. ما هذا الذي يوجد هنا؟ وأين تركتموه؟ وأتمنى أن لا تسيئوا في المعاملة مع هذا الكلب اللطيف. سيوزي لا تبدأي، لقد كنا غير محظوظين في هذا. أنا لا أخيفكم، ولكن لقد رأيت وحشا هناك في الخزانة. أتوقع أنه ليس وحشا بل مصاصة دماء. يا إلهي، ماذا حدث هنا؟ لا أعلم، لكن يجب أن نخرج من هنا بسرعة. نعم، أنا مع هذا، يجب أن نخرج. حسناً، أين ذهب كلبي؟ لقد بحثت عنه طوال الليل ولم أجده أبداً. أوه، كلبي الصغير، هيا تعال إلى أبيك. أين كنت لفترة طويلة؟ توقف، لا أفهم، أين ذهب العقل؟ لقد كان هنا. حسناً، هذا لا يهم. تكريماً لهذا يمكنك أن تأخذ يوم عطلة. الآن يجب علي أن أتصل بطلابي. مرحباً، لن يكون هناك دروس اليوم، لذلك يمكنكم أن تأخذوا استراحة قصيرة. شكراً لك يا أستاذ، أتمنى لك يوماً سعيداً. إذن ماذا هناك؟ هل نجحتي؟ كان هذا متوقعاً، لقد تم إلغاء الدروس. أطعمت جدتي الكلب لدرجة أنه لم يعد يرغب في العودة إلى صاحبه، ولم أكن أرغب في أن يذهب. حسناً، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل الآن؟ أخبراني هيا. نعم، إنه كلب لطيف جداً. معلمنا مهووس بكلبه لدرجة كبيرة، إنه أمر مرعب، حتى أريد أن أعلم ماذا حدث له عندما فقده البارحة. لا تتحدثي يا ستيلا. سنبقى صامتين بشأن ما حدث معنا الليلة الماضية. أنا خائفة من الحديث حتى عن ذلك. أردت فقط أن أبدأ محادثة حول هذا الموضوع، والأهم من ذلك هو ماذا تفعل مصاصة الدماء هذه في مدرستنا؟ لا أعلم، ربما تريد فقط إخافة جميلات اللواتي مثلنا. يا إلهي، وما علاقتنا نحن إذا؟ حسناً، توقفوا عن المزاح، هذه مشكلة حقيقية، وأنا لا أشعر بالراحة عند الذهاب إلى المدرسة حيث يتجول مصاصي الدماء. حسناً، يمكننا جميعاً أن ننتقل معاً وإلى الأبد، دعونا ننسى المشكلة الآن. وأنا أتفق تماماً مع أوسكار، لا أريد قضاء يوم آخر في هذه المدرسة المرعبة. هل أنتم تمزحون؟ أنتم فقط تريدون الاستسلام ولا تعرفون حتى ماذا تقولونه الآن. هذا هو بالضبط ما نريد أن نفعله. حسناً، كلا، لن أدع ذلك يحدث أبداً. إما نكتشف أنا وأنتم ما هو هذا، وإلا سوف تنتهي صداقتنا إلى الأبد. حسناً حسناً، نحن جميعنا معك. حسناً، هذا عظيم. يا رفاق، ماذا عنكم؟ ولكن إلى أين سوف نذهب؟ ليس لدينا أصدقاء إلا أنتم، لذلك نعم نحن معكم. لذا سنحتاج إلى إلقاء نظرة على أرشيف المدرسة. ستيلا، أنت تفهمين أن هذه تعتبر جريمة، وإذا اكتشف شخص ما هذا فسوف نطرد جميعا بكل تأكيد. أنا أعلم هذا يا فتيات. نعم، إذن كيف يمكننا فعل ذلك؟ بسهولة. إذن أوسكار، أعلم جيدا أنك مبرمج جيد وعبقري أيضا. نعم، وكيف يرتبط هذا بمصاص الدماء؟ وهكذا فهو متصل، هل يمكن من فضلك اختراق موقع مكتبة المدرسة من أجلي؟ بماذا هي تفكر الآن؟ لا أفهم شيء. إنها مسألة 5 دقائق فقط، ولكن إذا اشتريت لي بعض الحلوى. سأشتري، ولكن هيا ابدأ بالعمل. لا أصدق، إنها بالفعل مجنونة. بالفعل ذلك، إنها لا تخاف من أي شيء. كل شيء أصبح جاهز. ممتاز، والآن سوف أفعل كل شيء بنفسي. هذا مثير للاهتمام، قائمة الطلاب منذ 1200 سنة. وكيف يساعد هذا في معرفة كل شيء حول مصاصي الدماء؟ اصمت، هل أصبحت مهتماً بذلك الآن؟ ما هذا الشيء؟ ماذا يوجد هناك؟ ماذا يوجد؟ أنت فقط انظري إلى هذا وستعلمين. وماذا يعني ذلك؟ هذا لا يمكن أن يحدث. تماماً، لكن هذا يمكن. ومن تكون هذه؟ كان اسمها إما، درست في هذه المدرسة في القرن 13، ولا يعرف أي شيء عن مصيرها أكثر من ذلك. ومع ذلك كانت فكرة سيئة جداً، إن هذا الشيء ليس جيداً بشكل حقيقي أبداً. ولكن لماذا هي هنا فتاة عادية؟ والآن مصاصة دماء. ستيلا، هذا مخيف نوعاً ما، لماذا أنت فضولية دائماً هكذا؟ قريباً هذا الفضول سيؤذينا جميعاً.
ببساطة هذا مرعب. أوسكار، سأقوم بتنزيل هذه البيانات على هاتفك، آمل أنك لا تمانع. افعلي ما تريدين، الشيء الرئيسي هو أن هذا الوحش لا يلتهمنا. بالطبع بالطبع، حسناً إن التنزيل قد انتهى. اسمعوا يا فتيات، نراكم الليلة في المقهى جميعاً، إلى اللقاء. حسناً إلى اللقاء. ربما لم يفت الأوان بعد لإنقاذها. لقد فات الوقت يا صديقتي. ماذا؟ إن هذا لا يمكن أن يحدث، علي أن أخبر الفتيات بسرعة أيضاً. أريد أن أعود إلى حياتي الماضية الرائعة، حيث كنا نتناقش عن المال والسيارات والشبان والفتيات، وليس قصص الرعب هذه التي ظهرت فجأة في مدرستنا. لا تقولي كان الأفضل عدم الذهاب إلى تلك الحفلة، حفلة كيفن لا تبدو مملة أمام هذه الحفلة المرعبة. يا فتيات، لن تصدقوا ما الذي وجدته هنا. أوه، أتوسل إليك لا تقولي لي شيئا مرعبا عن ذاك الوحش، لقد بدأت أشعر بالملل. توقفي عن دعوتها بذلك، إنها مصاصة دماء وليست وحش. ماذا حدث لك؟ هل تدافعين عنها؟ إنه مجرد أمر فظيع. ستيلا، ما الذي يحدث معك؟ أصبحت غريبة. أنت لا تبدين كنفسك إطلاقا في الآونة الأخيرة. يا فتيات، لا تبدأوا من فضلكن، استمعوا لي قليلاً، لقد علمت ما هي الطريقة التي أتت بها إيما إلى المدرسة. لا تبدو أن هذه معلومة مهمة عن تلك الفتاة الغريبة. استمعي أكثر للتالي، لقد التحقت إيما بهذه المدرسة فقط لأنه تم اختيارها. إذن ماذا عن هذا ستيلا؟ أنا لا أفهم. كانت فتاة عادية من عائلة فقيرة جداً، لكن الملكة هي التي قامت باختيارها. حسناً، ما هو التالي؟ هي تابعي إذن. وكان صديق إيما ابن أكبر تاجر، ولكن هذا ليس كل شيء. هيا انظروا كيف كان يبدو. ماذا؟ سام؟ صديقي؟ نعم، ولكنه لم يقابل مثل هذا الوحش الغريب في حياته كلها. بدأت هذه القصة تصبح مثيرة للاهتمام. سيوزي، اهدئي، إنه ليس صديقك سام، على الأقل هذا ما أعتقده، إنه مجرد شخص يشبهه لا أكثر. خائن، حسناً سوف أعاقبه. اهدئي، كان هذا منذ ما يقارب 1000 سنة، من غير المرجح أن سام قد عاش كل هذه المدة. باختصار أيها الفتيات، نحن بحاجة ماسة مرة أخرى للدخول إلى المدرسة ومعرفة كل شيء كما هو. مرة أخرى؟ سألتقي بكم مرة أخرى في الساعة 10 صباحا بالقرب من المدرسة، وإياكن التأخير. حسناً يا فتيات. بالتأكيد سنخبرهم. هذا الخائن كما أنا مستاءة منه حقاً. اهدئي قليلاً، لا يمكن أن يكون هو. لنسرع بهذا العمل، لأنني حقاً أنا خائفة جداً من هذا. بعد ذلك المساء لم تعد المدرسة مريحة على الإطلاق. يا فتيات، توقفنا عن التوتر، ماذا؟ هل أنتم فتيات صغيرات؟ انظروا من يتحدث، ربما أنت نفسك تخافين من كل شيء. على الأقل حفلاتي رائعة وليست مثل حفلاتك المملة. إنها على حق. يا رفاق، انهوا هذا النقاش الآن. هذا صحيح، أنتم كالأطفال الصغار، ليس من قبيل الصدفة أننا أتينا. بقدر ما لا أريد ذلك، سأضطر إلى ذلك. ستيلا، لا يزال لديك مفاتيح جميع الخزائن؟ وأنت أيضاً يبدو أنك لسة. نعم بالطبع، أحمله معي دائماً. إذن يا شباب، دعونا نبدأ الآن. حسناً، هل وجدتم شيئاً هنا؟ لم أجد شيئاً سوى القسائم منتهية الصلاحية. يبدو أنه لم يستخدم أحد هذه البطاقات منذ فترة طويلة. يا شباب، ابحثوا بعناية، ربما سيكون لبعضهم دليلان ليس واحد. يا إلهي، من أين لك المعرفة حول هذا الموضوع؟ كيفن، هناك الكثير من تلك الأشياء. ستيلا، أعطني المفاتيح الأخرى، لقد بحثت في كل شيء. هيا يا رفاق، استمروا. أعتقد أن لدي شيئا مثيرا للاهتمام. هكذا إذن، دعونا نلقي نظرة. هيا، ما هذا؟ انظروا، إنها تشبه صورة مصاصة الدماء تلك الغريبة. إنها كوحش، أليس كذلك؟ يا إلهي، ما هذا النص المكتوب خلف الصورة هذه؟ كتب هنا أنها درست بهذه المدرسة منذ 1000 عام. يا للرعب. يا رفاق، لدي الكثير من الأسئلة عن هذا الشيء. لا أعتقد أنك ستجد أي إجابات عنها. ما هذا؟ تخيلوا أن هذه الصورة والأشياء الموجودة منذ أكثر من 1000 عام، لا أستطيع أن أصدق هذا.
الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن هذه الخزانة لم يتم فتحها مطلقاً من قبل. حسناً، نعم، نحن نستطيع. إذن ماذا سنفعل بكل هذا؟ دعونا نذهب إلى الدروس كالمعتاد، ثم سنتصرف وفقاً للموقف الذي سيحصل. أنت يمكنك حتى أن تقول أشياء جيدة كهذا؟ حسناً، من الأفضل أن نخرج من هنا الآن، خلاف ذلك لا أعرف أبداً ماذا سيحدث. أنا معكم. ربما لا يزال بإمكاننا محاولة العثور على مصاص الدماء هذا. هل تختلق الأشياء دائماً؟ ماذا لو جعلتنا مصاص دماء مثلها؟ لا، انتظروا، أعتقد أن هذه ستكون فكرة جيدة. قولوا لي أنكم تمزحون من فضلكم يا أصدقاء. وكيف يمكننا أن نعثر عليها؟ حسناً، أعتقد أننا إذا وجدناها في المدرسة فإن أغراضها موجودة في المدرسة أيضاً، هذا واضح. سنقوم بعمل فارغ من أجل تلك الغريبة. سام، أنت عبقري بالفعل، هيا لنسرع إلى الصوت. نعم، هيا بنا. إذن ماذا سنفعل؟ كما ترون فهي ليست هنا أيضاً. حسناً، بالطبع لن تظهر هنا بهذه السرعة، يجب علينا مناداتها. أنت على حق. إما 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 أين أنت؟ إما أجيبينا. ليست هنا إما. نعم يا رفاق، إما ليست هنا أبدا، لذلك دعونا نذهب إلى مكان آخر. إلى حفلة أخرى يا كيفين؟ نعم والدي غادر، يمكننا أن نقيم حفلة رائعة. كيفين، لن يأتي أحد إلى تجمعاتك الغبية أبداً. أيوه، يجب أن تفكري بنفسك ولا تتكلمين. توقفوا، هدوء. اهدأوا. هل من الممكن أن تصادقنا بعد كل ما جرى؟ هذا يبدو نوعاً من السحر، هيا دعونا نخرج من هنا بسرعة. نعم، إن هذا يبدو مخيفاً جداً. سام، هيا خبئني. اهدئي من فضلك. من الأفضل أن نذهب ونرى ما هذا. ستيلا، في الفيلم بعد هذه الكلمات يحدث دائماً شيء فظيع ومرعب. ماذا ستفعل بنا يا ترى؟ كفى، هيا اهدأوا. أصمتوا، لنجتمع ودعونا نذهب. إذن ومن سوف يفتحها أولاً؟ حسناً، يبدو أنه أنا أشجع واحد منهم. لقد عثرتم عليها لتخرجوا من هنا. أنت ماذا بك؟ لقد أتينا إليك مسالمين. كنا نبحث في خزانتك ووجدنا صورك هناك، نحن نعلم أن هذا تصرف سيء. ماذا؟ إنك خائن بالفعل. اهدئي. انتظري، نحن نعلم أنه كان لديك صديق، ولكن ليس هو. نعم، ومن يكون هو إذن؟ هذا هو صديقي، يبدو أنه يشبهه، ولكننا نقول لك بصراحة أنه ليس هو. حسناً، أصدق ذلك. اسمعي، نحن لم نكن نبحث عنك هكذا فقط، فنحن لدينا بعض الأسئلة لك. إذن هل سوف تشاركي قصتك معنا؟ نعم أريد، فقط دعونا نذهب إلى مكان آخر. نعم كلامك صحيح، دعينا نذهب. ومرة أخرى أنت تعيشين في مدرستنا. ماذا؟ ألم تقرأ على الصور؟ حسناً، نعم، هذا منطقي. اسمعي، أخبرينا، كيف أصبحت مصاصة دماء؟ كيف انتهى بك الأمر هكذا في هذه المدرسة؟ بشكل عام، كنا تلاميذاً في مدارس عادية، درسنا بشكل ممتاز وشهدنا أفضل سنوات حياتنا. لقد أحببنا بعضنا البعض كثيراً، بدا لي أنه هو بالضبط الشخص الذي سيكون معي طوال حياتي. هذا حقا رومانسي للغاية. كم إنها تبدو قصة حب مثالية. ذات يوم دعاني إلى منزله ووعدني بأن نذهب إلى الحفلة معا ونركب الخيول، ولقد كنت سعيدة من أجل هذا. أنا أفهم أنك قد وافقت عبثا. وماذا فعل بعد ذلك؟ لكن حول منزله إلى مختبر، حيث يجري هو ووالده جميع أنواع التجارب على الناس الطبيعيين. لا أصدق هذا، إنهم ببساطة وحوش. لقد أصبت بالقشعريرة للتو من هذه القصة الغريبة جدا. وعندها قد قرروا أن يقوموا بتحويلي إلى مصاصة دماء، وبعد ذلك لا أتذكر أي شيء آخر. هذا رعب حقيقي، كيف يمكنك أن تفعل هذا لأحد تحبه؟ لم أسمع مثل هذه القصة في حياتي كلها.
مسكينة، ربما بعد هذا أصبحت تكرهينه جدا على فعله ذلك. كيف أقول، أنا اعتدت على أن أكون مصاصة دماء، لكن لا يزال يتعين عليك الاختباء في المدرسة، لذا نعم أنا أكرهه من كل قلبي وروحي. كيف ستعودين إلى شكلك الطبيعي؟ هيا قولي لنا ونحن سوف نساعدك. نعم وسوف نحضر لك كل شيء بالطبع. لكن قولي لنا كيف يمكننا المساعدة. يا للأسف، يا ليتني فقط لو كنت أعلم. إذن كل شيء أكثر تعقيداً مما يبدو علي. نعم، سأجلس في هذه المدرسة لبقية حياتي التي لا نهاية لها. لا 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 تقلقي، سنكتشف شيئاً ما وستعودي شخصاً عادياً. نعم نعم لنحاول. أشك في أنكم سوف تنجحون. حسناً، حظاً موفقاً. يا رفاق فلنركض ونفكر فيما يجب أن نفعله. حسناً نعم، إذا كنا سنبقى هنا لن يتغير شيء أبداً. حسناً انتظري هنا وسنعود قريباً. حسناً إذن. يا رفاق، هل تفهمون مدى أهمية هذا الشيء؟ لقد تم اختطافها ببساطة وتحويلها إلى وحش. لن أكون قادرة على التحمل بعد هذا. هيا نجلس ونفكر كيف سوف نجد حلاً ونغير هذا. لا أعتقد أن هناك أي طريقة يمكننا مساعدتها بها. نعم، إذا قام بعض الأشخاص المجانين بتحويلها فهذا يعني أنهم يعرفون كيفية مساعدتها. لا يا رفاق، بالتأكيد يجب أن يكون هناك طريقة للخروج من هذا، وإلا فأن ذلك الأمر مرعب. يا رفاق، يبدو أن هناك نوعاً من الكتب المدرسية التي تحتوي على تعويذات، هيا فلنبحث عنها. هذه فكرة عظيمة، أتمنى أن أعرف أين هو. لنبدأ في البحث إذن يا رفاق. أعتقد أنني وجدت ذلك. سام هيا افتحوا سوف نبحث به. هيا دعيني أجرب ذلك. هيا امسك أيها المحظوظ. إذا قمت بخلط هذين المكونين يمكنك تحويل مصاص الدماء إلى شخص عادي. حسنا، هل وجدت الطريقة؟ أنت يا أخي وسيم، شكرا لك. أليس من الممكن أن نحولها إلى إنسان طبيعي؟ ويمكنها أن تدرس معنا أيضاً. لا تتسرعوا في الفرح، يقال هنا أنه من الصعب جداً العثور على هذه المكونات. لدي صديق عراف، أعتقد أنه يجب أن يكون لديه هذه المكونات المهمة بكل سهولة. إذن أعتقد أنه من الأفضل القيام بذلك بعد المدرسة. حسناً بالطبع. لذلك غداً بعد المدرسة سوف نذهب إلى الساحر وبعد ذلك نقوم بالطقوس هذه. نعم بالطبع. حسناً فلنفصل جميعاً، إذ يجب أن نحصل على قسم من النوم قبل الغد. فكرة عظيمة. هناك شيء لا يبدو واضحا. لماذا حصل هذا؟ كنت دائما مبتهجة. لا أعلم، لم أستطع الحصول على قسط من النوم. وأنا أيضا كنت أفكر طوال الليل في إيما وقصتها الغريبة. حسنا لا أعلم، أنا في حالة جيدة. أنت محظوظة. صباح الخير يا رفاق. ستيلا، أردت فقط أن أجدك. ماذا حدث؟ هل كتبت اختبارا سيئا مرة أخرى؟ لا، أعطني مفاتيح الصف لأنني أريد أن أحتفظ بهم لنفسي. ربما لا ينبغي ذلك. لا، إنه فشل. ماذا تعني بهذا؟ أعطني المفاتيح بسرعة. كم أكره القيام بذلك، ولكن تفضلها هم. حسناً رائع، والآن جهزوا أوراقكم لنتحقق من أدائكم لواجباتكم المنزلية. نعم ولكن ليس هذا. هذا هو المكان الذي وصلنا إليه بالطبع. إنه الأمر سيء، لا نملك المفاتيح الآن. نعم الآن لن نتمكن من مساعدة إيما، وخلال النهار لن يسمح لنا أحد بذلك. يبدو سيتعين عليها أن تنتظرنا. حسناً إذا كانت ستنتظر. أخبرتكم أن نتخطى الدرس الأول لكنكم لم تفعلوا ذلك. لا لا، شخصياً كنت أؤيد ذلك. حسناً لماذا؟ لماذا لا نستطيع أن نساعدها؟ اهدئي اهدئي، دعونا نفكر بشيء ما. لم يعد لدينا أي خيارات بشأن كيفية الدخول إلى المدرسة ليلاً. ستيلا، كما لو أنني لم أكن ضدك، ولكن لابد لي من مساعدتك. كيفين، أنا لا أعرف شيئاً. لقد تعلمت كيفية فتح الأقفال عندما كنت طفلاً صغيراً. كيفين، هل حقاً تتكلم بجدية؟ كيفين، شكراً لك، أنت الأفضل على الإطلاق. توقفوا توقفوا، اهدأوا، التنافس بيننا لم ينتهي بعد. لماذا لم تقل على الفور؟ هل هذا حقيقي؟ لقد اعتقدنا أن كل شيء انتهى. حسناً، أردت جعل الأمر مفاجأة. حسناً، أنت أحمق، شكراً على أي حال. من دواعي سروري.
مرحبا، نحن بحاجة إلى مكونات لتحويل مصاص الدماء إلى شخص عادي. هل أنت متأكدة أنك تريدين هذا؟ نعم بكل تأكيد نريد هذا. ما الذي حدث معكم؟ لماذا تريدون أن تحولوا مصاص الدماء إلى إنسان؟ إنه مجرد شخص نعرفه تحول إلى مصاص دماء ضد إرادته، لذلك نريد إعادته الإنسان. هذا ما حدث إذن. هيا إذا من فضلك، ويفضل أن يكون ذلك سريعا، أرجوك يا سيد. حسنا، ولكن هل أنتم تعرفون عواقب هذه التجارب؟ نعم، لا نهتم بالعواقب، نحن نعلم أن كل شيء سيكون على ما يرام. هيا من فضلك أسرع، نحن نطلب منك. أنت فرصتنا الأخيرة في إصلاح هذا، من فضلك أسرع. حسنا يا أطفال، بقدر ما لا أريد أن أعطيكم هذا، ولكن يجب أن أفعل ذلك. أنتم تعلمون ماذا يحدث إذا قمتم بخلطهم بالترتيب الخاطئ، صحيح؟ نعم، نحن نعرف وقرأنا الكثير عن هذا الشيء، هيا أعطينا إياه. شكرا جزيلا لك، هيا يا أصدقاء. لن يكونوا سعداء بهذا الشيء على الإطلاق. ربما لقد تخلوا عني ونسوني تماما. مرحبا إيما، ها نحن أتينا إليك. مرحبا، من الجيد أنكم لم تنسوني. لا بالطبع، كيف ننساك، أنت صديقتنا. لقد ذهبنا للساحر من أجلك أنت يا إيما، واشترينا الخلطة التي لم تكن متوفرة في أي مكان، وكل هذا من أجلك أنت يا إيما. شكرا لكم يا أصدقاء، وأنا أقدر هذا التصرف حقا. حسنا، هل نبدأ الطقوس الآن؟ إيما، هناك سؤال واحد، أنت هل تريدين ذلك حقا؟ نعم بالطبع، لقد سئمت بالفعل من التواجد كمصاصة دماء. حسنا إذن فلنبدأ يا أصدقاء. لقد عدت من جديد. إذن هل أحببت مظهرك الجديد؟ حسنا، كما يقولون كل ما هو جديد ينسي السابق السيء. هذا صحيح، لكن يمكنني أن أخبرك أنك تبدين أجمل بكثير من قبل. شكرا لك، إذا ما رأيكم يا أصدقاء الرائعين أن نذهب جميعنا في نعم. يجب أن أختبئ. أين الآن أنت يا سام؟ هيا أخرج، بجميع الأحوال لن تفلت مني، أنا سوف أجد مخبأك. أتمنى أن لا يجدني. سام هيا أخرج. ابتعد عني يا بين. سام هيا قم بعضي الآن. أنا قلت لك أنني لن أقوم بعضك أبدا. ولكن لماذا؟ قلت لك من قبل، لأنه لم يحن الوقت بعد. إن هذه ماء طازجة، من الجيد أن نكون مصاصين أثرياء، يمكننا شراء الدماء. فيوليتا قولي شيئا لهذا الغبي. حقا أخبروني، لماذا لا تعضونني؟ أريد أن أصبح مصاص دماء. كم سئمت من هؤلاء الناس بالفعل. مين، ما زال باكرا، يجب أن تتخطى التحقيقات أولا. حسنا، وإلى متى علي أن أنتظر؟ هيا افهم هذا واذهب. بالمناسبة من هنا. سام أنت تبدو رائعا اليوم. شكرا يا سوزي. لذا يا سام، ما رأيك بأن نلتقي مساء؟ بالطبع يا سوزي، بكل سرور. سيوزي، أنا أرى أنك على علاقة جيدة مع أخي. أجل، يمكننا قول هذا. كم أنا سعيدة لأن أخي اختارك أنت، أنت أكثر واحدة تليق به. فيوليتا انتظري، لم يحدث شيئا من هذا بعد. لا بأس، سأجعل كل شيء يحدث وبسرعة أيضا. أول يوم لي في المدرسة، أنا أتساءل عن زملائي الجدد هنا، حقا أنا قلقة. بين، ما بك؟ لماذا أنت غاضب؟ أجل غاضب لأنني انتهيت. ما بك يا بين؟ سئمت من الانتظار كل هذا الوقت، أريد أن أصبح مصاص دماء. آها، تقصد هذا يا بين، أنت تعلم كل شيء. أجل أجل، أنا أفهم عمر التحقيقات هذه، ولكن أنا انتظرت طويلا. وانتظر قليلا بعد. وأنا لم أستطع أن أنتظر لغاية أن يعدوني، وبالأخص سام. تتحدثين وكأن هذا لا يهمك، وكأنك لا تريدين أن يعدوك أبدا. كيف لا أهتم بهذا؟ فقط انتظر انتهاء التحقيقات، متأكدة من أنه لم يتبقى الكثير. فيوليتا، هل سام قال لك شيئا عني؟ أجل، هو يقول الكثير، ولكن أنا لا أستمع له. أجل، ربما قال لك أنني فتاة أحلامه. من هذه الناحية لا، هو لم يقل لي أي شيء، ولكن هذا لا يعني أي شيء، فقط أخي سام منغلق قليلا. صحيح. مرحبا يا فتيات. واو، هيا فتاة، من أنت؟
حسناً اهدئي قليلاً، أنا مصاصة دماء وطالبة جديدة هنا. أنت حقاً أنت كيف وصلت إلى هذه المدرسة؟ أجل، في الحقيقة أنا كنت أدرس مع ناس عاديون، لذا قاموا بنقلي إلى هذه المدرسة. أنا أتساءل، ما هذه الملابس التي ترتديها؟ ولماذا لم تذهبي إلى مدرسة الفقراء؟ أجل، هذه مدرسة مصاصي الدماء، ولكن هنا يعيش المصاصين الأثرياء فقط، وأنت لا يبدو عليك أبداً أنك من الأثرياء. لا أعلم، هل هذا الأمر مهم؟ يكفي أنني مصاصة دماء. بالطبع هذا الأمر مهم، أنت تعتبري متسولة، وهذا المكان ليس مكانك. أه يعجبكم الأمر أم لا؟ أنا سوف أدرس هنا وأنتم لن تغيروا هذا، فهمتم؟ أشرار. أجل، كيف لهم أن يحضروا متسولين إلى هذه المدرسة؟ بين لا يحتاج لشيء سوى أن يعضه مصاص دماء. هو مصمم على هذا في الأيام الأخيرة. أنتم بشر؟ هاي، بهدوء أكثر، هنا لا يعيش البشر. نعلم هذا، ولكن أنت لما غضبت على الفور؟ إذن ماذا تفعل هنا؟ حسنا، نحن ندرس هنا، أنت ماذا تفعلين؟ أنا طالبة جديدة. ولكن أنت مختلفة. وما المختلف بي؟ ملابسك غير لائقة ولا يوجد لديك أي وشم، كيف سوف تدرسين هنا؟ لماذا أنتم جميعا لم تحبوا ملابسي العادية؟ ربما أنت لم تفهمي، هذه المدرسة للأثرياء وأنت لا تنتمين لهذا المكان. أجل، أنا لست ثرية ولكن سوف أدرس هنا. من فضلك يا سام، ابتعد عني يا بين. مرحبا. مرحبا، أنا إيما. وأنا سام، سعيد برؤيتك هنا. هاي، ما بكم هكذا يا فتيات؟ حسنا، هذا أول يوم لك في المدرسة ونحن قررنا أن نساعدك. أجل، أنت لا تعرفين الكثير هنا. ولكن ما الذي تغير؟ نحن نعلم أن سام فتى وسيم جدا. أجل، ويعجب الكثير منا. لكن من الأفضل أن لا تقتربي منه أبدا. ولكن أنا. أجل أنت، نحن رأينا كيف تنظرين إليه. سام يكون حبيب سيوزي. ليس حبيبها بالفعل، ولكن هذا ما سيحدث، ولهذا من الأفضل أن لا تقتربي منه. أجل، وهي صديقة فيوليتا. قصدكم تلك الفتيات المغرورات. المغرورات؟ أجل. لذا إن كنت تريدين أن يكون كل شيء بخير، انسي أمره. ماذا قلت يا سام؟ إنها فتاة جميلة. ماذا؟ أقول أنا إيما فتاة جميلة. ولكن ما شأن إيما الآن؟ هل سمعت ماذا قلت لك؟ بين، ابتعد عني. أصبحت جاهزة، ما رأيك بهذا؟ رائع، أنا متأكدة أن أخي سوف يقدر هذا. متأكدة؟ بالطبع سيوزي، أنت تبدين جميلة جدا. ولكن أنا قلقة من أجل هذا. ما بك هكذا؟ هل هذا أول موعد لك في الحياة؟ لا، ولكن هذا الموعد الأهم بينهم. هيا إذن اذهبي إليه. من تكون هذه الفتاة؟ سام؟ سوزي؟ ألا تريد أن تخبرني بشيء؟ سام. ماذا؟ كنت أقول لك، ألا تريد أن تخبرني بشيء؟ اسمعي، أرأيت الطالبة الجديدة التي أتت إلى مدرستنا اليوم؟ أي فتاة هذه يا سام؟ ألا تريد أن تقول لي على سبيل المثال كم أبدو رائعة اليوم؟ نعم، أجل يا سوزي، أنت تبدين رائعة، والآن قولي لي، هل رأيتها؟ من؟ الفتاة الجديدة التي أتت. تقصد المتسولة؟ أجل، إنها رائعة. هل أتيت لكي تخبرني عن الطالبة الجديدة؟ لا، المعذرة يا سوزي. لم يكن يومي الأول في هذه المدرسة جيد، ولكن هذا سام، إنه شاب وسيم للغاية، لم يحدث هذا من قبل. هل أنا وقعت في حبه؟ ولكن حذروني الفتيات. انسيه يا إيما، لا يوجد لديك فرصة أمام هؤلاء الأثرياء. هاي، ما بك الآن؟ لا شيء. هل حدث شيء معك سيوزي؟ هذا الموعد كان أسوأ موعد في حياتي. أخبريني ما الذي حدث. هيا، قمت بترتيب نفسي طوال المساء وهو لم يهتم لي وجلس يخبرني عن الطالبة الجديدة. الجديدة؟ عن أي فتاة جديدة؟ تلك الفتاة المتسولة التي رأيناها اليوم. لم أفهم ما شأن أخي بهذه الفتاة. وأنا أيضا لم أفهم ما شأنه بهذه الفتاة. حسنا، لا بأس يا سيوزي، سوف نحل هذا الأمر. سام، أخبرني ما كان هذا؟ ماذا؟
بسببك أنت أصبحت سيوزي حزينة. وأنا ماذا فعلت؟ هل أنت ما زلت تسأل ماذا فعلت؟ لم أفهم قصدك. أنت أفسدت موعدها الغرامي. عن أي موعد أنت تحدثين؟ حسناً، أين كنت اليوم؟ من قال أن هذا موعد غرامي؟ فقط قمت بمقابلة سوزي. حقاً، هل أنت غبي يا سام؟ ألم تفهم بعد؟ ماذا تريدين مني الآن؟ سوف تدعو سيوزي مرة أخرى إلى موعد، وستفعل كل شيء ليكون هذا أفضل موعد في حياتها. لا، لن أدعو أحداً الآن. ولكن أنا قلت أنك ستفعل، وإياك أن تتكلم عن تلك الفتاة. أنا أقرر بنفسي ماذا سأفعل. بقراراتك هذه أنت تفسد كل شيء، لذا افعل ما أقوله أنا. أيتها الجديدة، تعالي. مرحبا. يوم أمس لم نتعرف على بعض، أنا بريت. وأنا ليلى. أنت مصاصة دماء؟ أزل. هل يمكن أن تعضيني؟ بين، هيا اصمت. ها هي هنا. هاي. ما بكم يا فتيات؟ هل كنت تظنين أنك تستطيعين أن تخطفي حبيبي مني بهذه السهولة؟ أنا لا أفهم أي شيء. أنت تفهمين كل شيء. أنا لم أخطف أي أحد منكم. يجب أن تفهمي أنه لن يحدث أي شيء بينك وبين سام. أنا لم أفكر بهذا الشيء. كوني حذرة ولا تحاولي أن تقتربي منه. هل هذا مفهوم؟ مرحبا، ما الذي يحدث هنا يا فتيات؟ لا شيء، فقط قررنا أن نتعرف على الطالبة الجديدة عن كور. لماذا تكذبون أنتم؟ هيا اهدئي يا فتيات، ماذا تفعلون بها؟ هيا ابتعدوا من هنا. سام، نحن لا نفعل أي شيء لها. هيا بنا يا إما. أتساءل حقا ماذا فعلت إما مع هؤلاء؟ سيوزي وفيوليتا لن تكونا سعيدتين بها. ربما هذا بسبب سام، حذرناها كثيرا. وأنا قررت إن لم يعضوني بأقرب وقت سوف أطلب هذا من تلك الفتاة. المهم أن أصبح مصاصة دماء. اسمع يا بن، هل يمكنك أن تفكر بشيء آخر؟ لا، أنتم لا تفهمون، أنا أنتظر هذا الأمر منذ زمان. ونحن أيضا يا بن ننتظر هذا طويلا. ولكن هذا ليس واضحا عليكما. أخبريني، هل أنت بخير؟ أجل، أتيت في الوقت المناسب. ماذا أراد منك؟ لا شيء، انسى الأمر. إما، يمكنك أن تقولي لي؟ فعلوا هذا معي لكي لا أتحدث إليك. فيوليتا. أجل، وسيوزي أيضا. أنا أعتقد أن فيوليتا هي من وراء هذا الأمر كله. إذن هل أنت تكون حبيب سيوزي؟ أنا؟ طبعا لا، نحن أصدقاء. أجل، لأنني فكر. لا، ليس لدي حبيبة. هذا جيد. أنا لم أقصد أن أقول. حسناً، انسى الأمر. إما، ماذا لو أنا دعوتك للخروج في موعد؟ أنا لا أمانع هذا. عظيم. حسناً، أنا ذاهبة وشكراً لك لأنك أنقذتني من هاتين المجنونتين. اسمعي، هل يمكن أن أوصلك؟ شكراً، لا داعي، إلى اللقاء. أنا لم أصدق أنه قام بالدفاع عنها. وأنا لم أتوقع أن أخي سوف يدافع عن متسولة. هل هذه أعجبته أكثر مني؟ لا يمكن أن يكون معجباً بها، ألم تريها؟ ما هو السبب إذن؟ أنا لم أفهم أبداً. علي التصرف قبل فوات الأوان. أحتاج لمساعدتكم يا فتيات. هل حدث شيء؟ أجل، لا نستطيع لأنهما فيوليتا وسيوزي. وما شأنهم بهذا؟ عن ماذا تتحدثين؟ سام دعاني للخروج في موعد وأنا لا أعلم ماذا أفعل. لا تذهبي معه أبداً. لكن لماذا؟ بريت تريد أن تقول لك إن علمت سيوزي وفيوليتا سوف يسوء الأمر أكثر. لا أهتم بهم، هيا ساعدوني. حسناً، إذن في البداية لا يمكن أن تذهبي معه بهذه الملابس أبداً. إذن بماذا سوف أذهب؟ هذه هي ملابسي. حسناً، تصرفي معها وأنا ذاهبة. أنا أعلم تماماً من هو الذي سيساعدنا. الدماء فقط هي تستطيع تهدئتي. يا فتيات، ماذا هناك يا بريتني؟ يجب أن أخبركما بشيء مهم. هيا أخبرينا إذن. هل تعرفان الفتاة إما؟ هي تستعد الآن للذهاب في موعد مع سام. أي موعد هذا؟ لقد دعاها للخروج. وأنت من أين علمت؟ هذا شيء مستحيل. هي أخبرتنا بنفسها. كيف استطاع أن يفعل هذا؟ كيف استطاع؟ هيا اهدأ يا سيوزي، ربما تكون بريتني مخطئة. لا، أنا لست مخطئة، إنه كذلك. أنا سوف أتحدث إليه.
إذن علي أن أخبر بين بأنني سأقوم بعرضه. صحيح. عندها سيعطيني النقود لأشتري ملابس جديدة. هل رأيتي؟ هذا سهل للغاية. لا أريد أن أعض أي أحد هنا. أنت لن تعض أحدا هنا، فقط أخبريه بهذا الأمر. سوف أكذب عليه. يمكننا قول هذا. ولكن لا أريد أن أكذب. لا يوجد خيارات أخرى. لا أعلم. هل رأيتي؟ لا يوجد حل إلا إذا كنت لا تريدين أن تخرجي في موعد مع سامي الوسيم. حسناً حسناً، اتفقنا. توقف فيوليتا، ماذا هناك أيضاً؟ هل دعوت تلك المتسولة في موعد غرامي؟ وأنت ما شأنك بهذا الأمر؟ هذه مشكلة كبيرة يا سام، لا يمكنك أن تفعل هذا. ولماذا لا يمكنني؟ لأن صديقتي سيوزي غاضبة جداً. وما شأني أنا بسوزي؟ دعيها تغضب. ادعوها للخروج في موعد. لا أريد هذا. لا يمكنك أن ترفض هذا حتى. أنا سأقرر ماذا سأفعل. لا، أنا أختك الكبيرة وسوف تفعل ما أقوله لك. أنت أختي ولست أمي. ألم تفهم إلى الآن أن هذه الفتاة لا تليق بك أبدا؟ هل أنت قررت هذا؟ أجل، وهذا الأمر واضح، هذه الفتاة تريد نقودك فقط. لا، إنها لا تحتاج إلى نقودي. حقا؟ إذن لماذا قررت أن تخرج معك في موعد؟ رغم أنني أنا وسيوزي حذرناها من هذا الأمر كثيرا. ماذا فعلت أنت وسوزي؟ إما أخبرتني الحقيقة إذن. سيوزي فتاة جميلة وثرية أيضا، أنت تحتاج إلى هذا، افهمني. أنا سأختار الفتاة التي أريدها الآن، اذهبي من هنا. حسنا إذن، أنا سوف أتصرف بهذا يا أخي. بين، مرحبا، يمكنني الدخول؟ أجل أجل، تفضل. هيا اسمعني، جئت إلى هنا من أجل طلبك. أي طلب؟ أنت طلبت مني اليوم أن أقوم بعضك. أجل أجل، بالفعل. هل غيرت رأيك؟ بالطبع لا. هل بالفعل تريدين أن تعضيني؟ أجل، إن كنت تريد هذا. نعم نعم، لن أفعل هذا بدون مقابل. قولي، أنا سوف أفعل ما أستطيع. أنا أحتاج إلى النقود. نقود؟ هذا جيد، أنا لدي الكثير منها. كم تحتاجين؟ أجل، لا، ليس الكثير. شكرا لك. في الحقيقة شكرا لك أنت، سوف تساعدينني، انتظرت هذا طوال حياتي. أعضيني هيا. ماذا على الفور؟ أجل، لما الانتظار؟ لا يا بين، هذا لا ينفع، يجب أن نرتب الأمر أكثر لكي يكون مثالي، لأنه يحدث مرة في الحياة. أجل، أنت على حق، إنها مرة واحدة، يجب أن نرتبه بشكل مثالي. سوف أحضر كل شيء. رائع. ماذا حدث؟ حقا هذا الفتى شديد الغرابة. رائع. أجل، لقد فهمت. ماذا حدث؟ إنه لا يستمع إلى كلامي. ماذا يوجد بها هذه الفتاة غير جميلة؟ وأنا أيضا أقول هذا. لا أعلم، ولكن نحن لن نترك الأمر هكذا. يعجبني هذا التفكير فيوليتا، إذن ماذا تقترحين؟ برأيي أن نقيم حفلة. واو، أول مرة آتي لمثل هذا المتجر. أجل، كل شيء باهظ الثمن هنا، وأنا متأكدة من أن سام سوف يحب هذا كثيرا. شكرا ليلى لأنك تساعديني. لا بأس بهذا، وأنا أيضا سئمت من غرور فيوليتا والسيوزي الزائد. بالمناسبة، ألن يحدث لك مشكلة بسببي؟ لا، لأنك لن تخبري أحد. هل أنت متأكدة من أنه لن يرانا أحد؟ أجل، لقد رأيت هذا في الأفلام. حسنا، متى سوف تأتي؟ ومن هذه الفتاة أيضاً؟ هذه تكون إيما. لا، لا يمكن أن تكون هذه إيما. إنها هي. هي أصبحت جميلة، يا إلهي، ليس على سام أن يراها، وإلا لن يعجب بي بعد الآن. إذن هيا، لن نسمح له أن يراها. هاي، ما بكم؟ أنا قلق جداً، الفتيات بالعادة يتأخرن. أنتم ماذا تفعلون؟ لم يعد هذا مضحكاً. هل فكرت أننا سوف نتركك هكذا؟ حتى لا تأملي هذا. ما بكم؟ لماذا علقتم بي؟ أنت تذكري، سام هو من دعاني للخروج معه. أجل، وأنت لم تأتي، كيف يحدث هذا؟ لا ندري. أجل، لقد أتيت وجئتم قبله. وهل سام سيعرف بهذا؟ هذا الشيء أصبح غير طبيعي. التقرب من شخص لا تعرفيه هو الغير طبيعي. هو من فعل هذا؟ هذا يعني أنني أعجبه أكثر مني. لا يمكن أن يعجب سام بك، هذا الأمر غير ممكن. كما تري، لقد دعاني أنا إلى الموعد وليس أنت. حسناً، انتهى، أنت من طلبت هذا. هل تفكري بما أفكر به؟
يا له من يوم جميل حقا. ولماذا مزاجك جيد اليوم بين؟ لأنه بقي أن تعضني وأنا سوف أصبح مصاص دماء جديد. من؟ إما طالبة الجديدة. أنت ماذا تقول؟ هل حقاً؟ أجل، لقد تحدثت معها. لا أعتقد أننا سوف نراها معنا في الوقت القريب. لماذا تقولين هذا؟ حسناً، سيوزي وفيوليتا علما بأن إما وسام سوف يتواعدان، لذا هما لم يفرحا كثيراً بهذا الأمر، هل تفهم؟ حقاً، كيف علموا؟ أجل، ربما أخبرهما أحد ما. بريتني، لماذا فعلت هذا؟ فيوليتا وسيوزي صديقتاي، وأنا أعرفهما منذ مدة. أنت لم تفهمي ما الذي فعلته الآن؟ ماذا هناك؟ ما بها هذه؟ ما وجدتك، هل أنت بخير؟ لست بخير، انظري لقد أفسدوا ملابسي، كيف سأقابل سام بهذا الآن؟ لا بأس بهذا، يمكنك الذهاب به، ليس أسوأ ما يكون. أجل، وماذا أقول عن تأخيري على الموعد مع سام؟ الآن سيقول أنني لا أريد الخروج معه. ربما تذهبي وتشرحين له الموقف. تعتقدين أنه سيصدق؟ أجل، لما لا؟ فيوليتا تكون أخته وهو يعلم ماذا تستطيع أن تفعل معك. أجل، ولكن بجميع الأحوال لن تتركني. إلى متى سوف تبقي تتحملينها هي وصديقتها سيوزي؟ ماذا علي أن أفعل؟ هيا اذهبي لمقابلة سام وأريهم من هو المهم هنا. ولكن كيف من السهل قول هذا؟ أجل، أتفهمك، ولكن أنا لست مصاصة دماء، لذا ليس لدي فرصة. اسمعي، أريد أن أسألك سؤالا مهما، لما تدرسون في نفس المدرسة وأنتم بشر؟ صحيح، الآن نحن بشر، ولكن بعد أن نتخطى التحقيقات سيعدوننا ونصبح مصاصي دماء مثلهم. هل أنت متأكدة من أنك تريدين هذا؟ بالطبع، أن أصبح مصاصة دماء أمر رائع. ليس دائما. لا أبدا، فكرت كثيرا في الأمر وأنا مستعدة له. كما تريدين، أنا ذاهبة الآن للتحدث مع سام. انتظرتها كثيرا. ماذا؟ من هي؟ إما، هي لم تأتي إلى موعدنا. سام، هل يمكننا أن نتحدث؟ حسناً، أنا لن أزعجكم أكثر. إما، لن تنسي ما عليك فعله الآن معي. أنا أتذكر، هيا اذهب. إما، لقد تأخرت على الموعد. المعذرة سام، أنا أردت أن آتي على الموعد حقاً. إذن لماذا تأخرتي؟ بسبب فيوليتا وسيوزي، لقد قاموا بخطفي. ماذا قلتي؟ أنا قلت لك من قبل أنهم يمنعوني من التحدث إليك. يا إلهي، أنا معجبة بك يا سام، ولكن لا أريد أن أكون خائفة دائما من حدوث شيء سيء عندما أكون معك بسببهم. انسي أمرهم يا إما. لا يا سام، أعذرني. إذن اسمعي، سوف نقوم نحن بحفلة صغيرة ونفعل مقلباً صغيراً ليعلم الجميع أنها خاسرة ولا تستطيع هزيمتنا. هذه الفكرة تعجبني كثيراً فيوليتا. يا لن تفهم بطريقة أخرى. اسمعي، ماذا سيحصل إن دافع عنها سام مجدداً؟ لن يدافع. لما أنت متأكدة منه؟ سيفهم بأنها خاسرة ولن يحتاجها، وعندها سيعود لك. أجل صحيح، أنت على حق، كم أنت فتاة ذكية يا فيوليتا. إذن بقي علينا أن نقيم الحفلة وندعوهم عليها. ماذا فعلت؟ هل تحدثت معه؟ أجل، لقد صدقني، ولكن ماذا؟ قررت أنه من الأفضل أن نبتعد عن بعضنا البعض. هذا بسبب فيوليتا وسيوزي. أجل ليلى، لا أريد أن أخاف منهم عندما أكون بجانبه. ليس عليك أن تخافي منهم يا إما، في الأصل ليس على أحد أن يخاف منهم على الإطلاق. ماذا بقي علي أن أفعل؟ حسنا، سوف نصلح كل شيء سويا. كيف؟ مدرسة سوف تقيم حفلة، وأنا متأكدة من أن سام والفتيات سوف يكونون. وماذا؟ هل تقترحي أن أذهب إلى الحفلة؟ أجل، وتظهري للجميع أنك لست مجرد مصاصة دماء. ليس لدي أي ثوب للذهاب به، قاموا بإفساد كل شيء. لا بأس بهذا، سوف أساعدك، هيا بنا. هل نتصرف بحسب الخطة؟ هل رأيتم إما هنا؟ أنا وهي لدينا عمل مهم جداً. ونحن أيضاً بانتظارها. هيا اذهبي يا فتاة وأخبريهم من تكوني. إما، من الجيد أنك أتيتي، جميعنا كنا في انتظارك. لم تعجبني هذه اللكنة. أعتقد أنها اللحظة المناسبة من أجل هذا. انتظر لحظة يا بين، نحن لم ننتهي بعد من التحدث لإما. أنا أعلم بماذا تخططون، أنا أحذركم من هذا. سام، نحن لن نفكر بأي شيء. اهدئي قليلا سيوزي، سام سوف ترى كل شيء بعينك. لا، لن أسمح بحدوث أي شيء لها. بالمناسبة، أنت تبدين رائعة الآن. سام، ما بك؟ لماذا تحميها هكذا؟ إما، أنا أعدك بأن هؤلاء لن يزعجوك بعد الآن. سام، ولكن ماذا عني؟ سوزي، أنت فتاة رائعة وذكية، وسوف تجدين لنفسك حبيباً. أما أنا فمعجب بإما.
يا أصدقاء، هل سيعضني أحد ما؟ لا يمكن أن تعجب بمثل هذا. فيوليتا، أنت أختي الكبيرة، ولكن أنا سأختار الفتاة التي أحبها. ولكن هذا سيكون أكبر خطأ لك يا سام. حسناً، فليكن هذا خطأً، لكن أنا لن أغير رأيي في حب إيما. أي، إذا من سيعضني؟ والآن يمكنك تقبيل عروسك. يا له من كابوس مرعب. إيتان، تعال إلي بعد المدرسة لأن والداي لن يكونا. سوف نشاهد فيلما مرعبا. ماذا؟ أنا منذ قليل قد شاهدت فيلما مرعبا. لقد سطعت الشمس من جديد. لا تقلقي يا صغيري، سوف نجد لنفسنا منزلا. لقد ورطت نفسك، لن أسمح لك أن تفلتي من مصاصي الدماء. كوني مستعدة أيتها الحامل المسكينة. الفتاة الحامل، إنها مصاصة الدماء من كل تأكيد، يجب أن تنضم إلى عائلتنا. كن حذرا يا أوسكار، ابنتنا يجب أن لا تعرف من نحن في الحقيقة. ما رأيك؟ هل تعتقدي أن البطل سيقتل هذا الحيوان؟ أجل! سيوزي! ما بك؟ إيتان! إيتان، يوجد هناك عروس! أين؟ لا يوجد أي أحد هناك، اهدأ يا سيوزي! حسناً، ربما كنت أتوهم. على ما يبدو يكفي أفلام رعب لليوم. حسناً يا سيوزي، دعينا نتحدث قليلاً. هل قلت أن والداك سوف يخرجون إلى مكان ما اليوم؟ نعم نعم، وبما أنني خائفة أن أبقى وحيدة في المنزل سوف تبقى معي هذه الليلة. ما رأيك بهذا؟ إذن هل نختار فيلم رعب آخر؟ أو لا، أنا أشعر معهم بشعور عائلي. أتساءل لماذا هذا يا صغيري؟ إنها تقوم بتتبعهم. ابنتنا في خطر شديد. بالطبع، إما الحامل المسكينة تبحث عن عائلة، لذلك أنها تشعر بنا كأننا عائلة لها. لكن في الوقت الحالي ليس على ابنتنا سيوزي أن تعلم أننا في الحقيقة مصاصي دماء. لا تقلقي يا عزيزتي، نحن سوف نحتفظ بهذا السر إلى اللحظة المناسبة. سيدة ليلى، سيد أوسكار، أين أنتم؟ أنا مستعد. كيفن، نحن هنا. أنا جاهز، هل نذهب؟ أجل، شكراً لمساعدتك لنا يا كيفن. على رحبي والسعة. لكن أنت مجرد حارس عادي وليس عليك أن تساعدنا في هذا. وما المشكلة في هذا؟ فإنه مثير لاهتمام جداً. كل المدينة علمت بوجود حامل متوحشة، وأنا أيضاً أريد أن أراها. يا لها من شمس حادة، لقد نسيت أن أرتدي خاتم الحماية خاصتي. كيف سوف أقوم بتربية طفلي؟ يبدو أن أحداً قادم. من يا ترى؟ إنهم أناس؟ أعتقد أنها تختبئ في هذا المكان. هيا، لقد انتظرنا هذه اللحظة منذ زمان، وأخيراً وأخيراً سوف تكون هذه الفتاة فرداً من عائلتنا. أنتم حقاً تقولون عن هذه المتوحشة أنها فتاة؟ الناس يقولون أنها شبح حقيقي. ليلى، لا تستمعي إلى هذا الفتى الغبي. سأذهب. ليلى، نحن نفعل الصواب. الفتاة وطفلها يجب أن يصبحوا فرداً من عائلتنا. نعم، هذه الفتاة المسكينة مثلنا ويجب أن تنضم إلى عائلتنا حالاً. أجل، يا لكم من غرباء حقاً. لما أنت هنا؟ هيا أدخل. أنا؟ ولماذا تعتقد أننا قمنا بمناداتك؟ أنت سوف تتعرف إلى تلك الفتاة. حسناً يا كيفن، إنها فقط فتاة حامل ومسكينة، هي وطفلها. هلا، أتوسل إليكم، لا أريد أن أدخل إلى هناك. هيا يا كيفن، تقدم وإلا سوف نطردك. هيا أيتها المتوحشة، أرينا عيونك الحمراء وأسنانك الحادة. لا، ابتعدي. أحد ما في منزلي. جيد، لقد ذهبت ولن تقوم بعضي. يا له من مكان مخيف جدا. ماذا هناك يا كيفن؟ يبدو الأمر هادئا، هذا يعني أننا سوف نذهب ونتعرف إلى ابنتنا المستقبلية.
إننا محقين، مصاصة دماء. إذن ستكون من عائلتنا. أين أنت يا سيوزي؟ سيبدأ في المرعب الآن. انتظرني هنا، إنني أعد شطائر ساخنة لنا. هيا بسرعة، أنا أشتاق لك. أنا لست مرتاحة من البقاء لوحدي هنا، انتظريني يا سيوزي. ولهذا الوسيم رائحة أفضل من الجميع. سيوزي، كم المكان مظلم هنا. سيوزي، هل أنت هنا؟ مرحبا أيها الوسيم. إيتان؟ تبا، أنا ذاهب إلى المنزل. يا له من خائف، لقد خاف من لا شيء وقد هرب. يا له من رجل، حقا هذا معيب. وها هي أختي المستقبلية، والآن حان وقت التعرف. لمن أقوم بإعداد الشطائر الساخنة هذه؟ سوف أخلد إلى النوم. كم أحتاج إلى النوم. حان وقت الاستيقاظ يا أختي. هل سوف تنامي وأختك الجديدة في المنزل؟ أين هو حصن الضيافة؟ من يتحدث في غرفتي؟ من هذا؟ أوي، امشوا بحذر أيها الرجال، انظروا إلى أين تمشون. عزيزتي، هل أنت أيضا سمعتي الصراخ؟ أجل، وهذا يشبه صراخ ابنتي سيوزي. توقفي، لماذا يوجد دماء على فمك؟ يا ابن، لا تتوهم، إنه عصير طماطم. ما هذا الصراخ؟ هل ابنتنا كانت تصرخ؟ أي ابنة منهم؟ أنا كما أفهم أن ابنتكما تعرفتا إلى بعض، فأي واحدة منهم؟ ساعدوني! سيوزي! نعم، لقد كنت محقا. ماذا تفعل تلك المتوحشة في منزل البشر؟ إنني أتساءل عن السبب. سيوزي، ابنتي، أين أنت؟ أمي، أبي، كم هو جيد أنكم هنا. سيوزي، لماذا تختبئين هناك؟ هيا اخرجي. لا يوجد داع للاختباء، اصمتوا الآن. ماذا حدث هنا؟ اسمعوا، عندما كان إيتان معي رأينا شيئا مريعا أنا وهو. ماذا؟ متى كنت مع إيتان؟ لقد تركناك منفردك في المنزل. أمي، ليس وقت هذا أبدا. حتى أنت بقيت بدون حارس؟ لقد استغلت الفرصة، أحسنت يا سيوزي. أنا لم أهرب من المنزل، فهو من أتى إلى هنا. لم يكن أحد هنا، من سمح لك بهذا يا سيوزي؟ اهدأوا، ليس وقت الغضب، يوجد هنالك وحشا يريد أن يأكلني، لقد شاهدته أنا. أعتقد أنني أعلم عن من تتحدث. ماذا؟ هل أنتم أيضا تعلمون بوجودها هنا؟ عزيزتي، على ما يبدو حان الوقت لكي تعرف الحقيقة. سيكون الوضع ممتعا الآن. لا أفهم أي شيء. أسمع صوتا غريبا. هيا أخبريني، هل كنت تقصدين هذا الكائن المتوحش؟ إنها تكون تشبهها. أجل، الآن سوف تلتفت وسوف ترون من هي بأنفسكم. انظروا. هي ابنتي. ماذا يا أبي؟ ليس لك، ابنتي. ماذا؟ ما الذي يحدث هنا؟ تعرفي يا سيوزي، هذه أختك الجديدة وتدعى إيما، وهي تنتظر طفلها الجديد. عائلتنا سوف تصبح كبيرة وسعيدة. إيما لطيفة، ليس كذلك؟ حسناً، هذا يعني أنها لم تكتفي في تناول شخص واحد، تريد أن تتناول عائلة كاملة. سوف أعيق مصاصة الدماء هذه وسوف تكون أفضل مهمة لي. هل تريدي أن تقولي لي أن والداتي قاموا بتبني مصاصة دماء؟ أجل، أختي مصاصة دماء، لكنها مسكينة. لا أصدق. إنها تبدو كوحش حقيقي ومخيف، غريبة الأطوار، تتجول في زي العروس،
وتقول أنه لا يوجد لديها نقوداً لملابس جديدة، لكن ربما هي حقاً فقيرة. وأنا أعتقد أيضاً أنها قامت بتناول عريسها وتبحث الآن عن ضحية أخرى لتأكلها. حقيقة أنا لا أصدق هذا، يبدو وكأنها قصة فيلم رعب مخيف. أقول لك أنني أعيش في منزل واحد مع مصاصة دماء. يا إلهي، كما أن هذا مرعب. أجل، وأنا سوف أفاجئك الآن، هي حامل أيضاً. لا يمكن أن يكون هناك صدفة كهذه. لا تصدق، هيا تعال معي. إلى منزلك؟ أجل، إن لم تكن خائفاً بكل تأكيد. أنا لا أخاف من فتاة، وعلى الإطلاق. هذا جيد، هيا بنا إذن. الآن سوف نري تلك الفتاة الغريبة من هي الفتاة المهمة في هذا المنزل. مصاصة الدماء، تلك سوف تذهب بنفسها من هذا المنزل مع بطنها الممتلئ. يا حبيبي، أنا قلقة جداً على حال ابنتنا. بالطبع يجب أن تقلقي عليها من المتوحشة. ربما لأنك قمت بإحضار هذا الوحش. أجل، لقد قمت بالتبني. كيفن، توقف عن تدخلك في حديث لا يعنيك أبداً. أنا متأكد من أن الفتيات سوف يصبحون صديقات جداً. أريد أن أفهم لماذا أنتم تفعلون هذا. أنتم لديكم ابنة، لماذا تحتاجون لهذا الوحش؟ إن هذا الأمر ليس من شأنك، هل تفهم هذا؟ أعمل فقط، لماذا ندفع لك النقود؟ استعداد تام من أجل مقابلة أختي مصاصة الدماء؟ مستعد بالطبع، نادي تلك الوحش، سوف نتعرف. أجل، انتظر، سوف أصعد إلى غرفتنا وربما تكون هناك وأعود إليك. أجل، لديها أخت مصاصة الدماء. يا إلهي، ماذا حدث في هذا المنزل؟ ماذا فعلت تلك المجنونة بهذا المكان؟ أنا لست مجنونة تماماً. أرجوك لا تقتربي مني. لا، مصاص دماء آخر؟ لا بأس، أنا سوف أتعامل مع الجميع. مرحبا يا أمي. أبي، هل رأيت إيما؟ يجب أن تكون في المنزل. هل ترافقتم؟ ماذا؟ بالطبع لا. قولوا لي، ما رأيكم في هذا؟ تأتي في وقتك يا كيفن. لماذا قمتم بتبنيها؟ فهل أنا لا أكفيكم يا والداي؟ سوف تعرفين السبب قريباً. هيا اعترفوا وقولوا السر الذي تخبئونه. في الحقيقة أن كل هذا لأن عائلتنا تكون... إيتن! هل لأن أفهم ماذا يفعل ذلك الفتى في منزلي بدون إذني أنا؟ سوف أريكم الآن. يا لها من عائلة. إيتن! سيوزي، أختك المتوحشة قامت بعض من عنقي، لماذا؟ إيتن؟ إيتن، ما الذي حصل لعينك؟ كل شيء على ما يرام، لقد تناولنا بشكل جيد. ماذا هناك؟ أمي! أبي! على ما يبدو أننا تأخرنا. شكراً على الغداء. لقد عضت حبيبي تلك المتوحشة. انظروا، تلك الفتاة المجنونة قامت بتحويل حبيبي إلى مصاص دماء. حبيبك ماذا؟ هل تتواعدان؟ حقاً؟ هل سنتحدث عن هذا الآن؟ حسناً، ابتعد عني. أرجوك من فضلك. ما الذي يحدث؟ هل وجدت ضحية أخرى؟ الحارس الخاص بنا؟ لا، هو من يقوم بملاحقتي. كيفن، اشرح لي ماذا يحدث هنا. ماذا تريد من ابنتنا يا كيفن؟ حقا هذه ابنتكم؟ دعني وشأني. أتوسل إليك، قومي بعضي الآن، فالجميع أصبحوا مصاصي دماء إلا أنا. لا، بقي أنا. لقد قامت للتو بعضي، ولكن لم يتغير شيء، بقيت خادما ولم أتحول لمصاص دماء. قولوا، لماذا هذا حالفه الحار؟ أصوات كثيرة، إنهم كثيرون، حقاً إنهم كثيرون. حسناً، حبيبك هذا لقد أصبح فرداً من عائلتنا. لا أقبل، أنا يجب أن أكون بمكانه. لماذا هو وليس أنا؟ أمي، أبي، أوقفوا هذه المهزلة الآن. إيما، سيوزي على حق، عليك ألا تعطي أي أحد بعد الآن. أنا حقاً آسفة، لكن طفلي جائع جداً.
سوف نسامحك هذه المرة. هذه المرة فقط، خاصة أنك سوف تذهبين إلى المدرسة. ماذا؟ هل أنت تمزحين معي الآن؟ ستذهب معي إلى المدرسة؟ لا يعقل. أعلم، أنا سعيدة جداً. أنت حامل ومصاصة دماء، رائع، حقاً رائع. كم هذا مكان ممتع، الكثير من الأصوات والكثير من الدماء. أيتها المتوحشة، لن أسمح لك أن تقومي بعض أي أحد في هذا المكان، أتفهمين هذا؟ لن أقوم في هذا، إنني شبعة منذ أن قمت بعض حبيبك الوسيم ذاك. مرحبا يا حبيبتي. مرحبا يا حبيبي، ما الذي تفعله الآن؟ هيا يا إما، سوف أريك كل مدرستنا. جولة لي ولطفلي في المدرسة مع إيتن، كم هذا ممتع. ما هذا الذي يحدث؟ مرحبا سيوزي. كيفن، ماذا تفعل هنا؟ إن كنت ترغبي يمكنني أن أصبح ألا طبيبة. يوجد لديك عمل؟ لا بأس، أنت تريد أن تنتقمي من إيتن. هذا ليس من شأنك، ابقى بعيدا عني الآن، أتفهم؟ كل هذا لأنني خادم عادي، أليس كذلك؟ لا، اذهب إلى العمل يا كيفن. ولذاك منحوني عطلة، لذا سوف آتي معك إلى المدرسة. اسمع، لا تقترب مني، هل تفهم هذا؟ هي أيضا قامت بعضي، أنا أيضا قوي، أيضا أنا مصاص دماء، ألم تلاحظي هذا؟ تباً لهذا لقد وقعت. ما بك؟ ما الذي حصل معك يا أوسكار؟ هل قمت بإيقاظك يا حبيبتي؟ أنا آسف، إنني أقوم فقط بإعداد العصير الطازج لنا. بنفسك؟ أين هو كيفن؟ لقد قمت بإعطائه إجازة، الفتى عمل لدينا طوال حياته ومن حقه. ماذا؟ إنه مجرد شخص عادي لا أكثر من ذلك. حسناً لا بأس، سوف يتحمل هذا منذ اليوم. اسمعي قليلاً، ربما نهديه حياة مصاص دماء لا نهاية لها، ما رأيك؟ لا، دعوه الآن يعمل لخدمتنا فقط، لم يحن الوقت لكي يعرف عن سرنا. ولكن المسكين يعمل بخدمتنا بكل عطاء. ولكن يتلقى نقوداً جيدة مقابل هذا. أجل، ولكن أنت فقدت عقلك، كيف سوف نعيش بدون خدمته؟ ولكن هناك خبر جيد، فهو سوف يراقب ابنتنا يا عزيزتي. على الأقل يوجد شيئاً جيداً في هذه القصة. مرحباً، هل يمكنك مساعدتي في الدرس؟ ابتعد عني. إذا كنت ترغبين أنا سأساعدك. ابتعد. ماذا هناك يا سيوزي؟ ألا يعجبك هذا الشاب؟ كم تبدوان رائعان سوياً. شكراً لك على هذا. ماذا حصل لك يا إيتن؟ لم تعد كما كنت على الإطلاق. يوجد أصوات، هل تسمعون أحداً ما قادم؟ أنا لا أسمع شيئاً، فهذا لم يعد يحتمل أبداً. اهدأ يا سيوزي. لم ينقصني سواك، أنت ابتعد عني في الحال. أوه يا إلهي. مرحباً جميعاً، أنا معلمتكم الجديدة. أنا أشعر برائحة غريبة جداً. لا بأس يا صغيري، أنا وأنت سننجو. لكن معلمة ماذا؟ آمل ألا تكون معلمة الرياضيات. أنا اسمي بريتني، مختصة في العلوم الغامضة، وسوف نتحدث اليوم سوياً عن العلوم السابقة. كم هي ذكية، أنا أيضاً أريد أن أصبح مثلها. كم هي غريبة، أتمنى أن نصبح أصدقاء. اسمع، يجب علينا أن نبتعد عن المعلمة الجديدة تلك، إنها تبدو غريبة الأطوار. لا بأس، لا يوجد أي أحد أغرب منا هنا، هيا يا زوجتي المستقبلية. لا يوجد أحد غريب غيركم، كيف تبدو المعلمة الجديدة برأيكم؟ أعتقد أنها رائعة. أنت لم يسألك أي أحد. مرحبا جميعا. مرحبا يا آنسة بريتني، لدي أخبار جيدة لكم. سيطردون كل مصاصي الدماء، فهذا الأمر لا يهمني أبدا. قريبا سوف نقيم في مدرستنا مسابقة ملكة الجمال. أوه. والجميع يمكنه المشاركة. ملكة المدرسة تكون أنا. ابتعدي يا صغيرة، أنا من سيصبح ملكة المدرسة. هل رأيت نفسك أولا؟ وغير هذا أنت لست عادية. وثانياً، كيف أنت حامل؟ سوف تتسعي في الفستان. لا بأس، هل يوجد مانع أن أقدم للمسابقة أنا وصغيري يا آنسة بريتني؟ أخبريني. يمكن للجميع أن يقوم بالمشاركة. وداعاً. أتساءل كيف لهم أن يعيشوا مع البشر وأن يتجولوا تحت أشعة الشمس طويلاً.
الأمر خطير مع مصاصي دماء، ولكن لا بأس، سوف أتصرف. حبيبي أوسكار، كيف حالك؟ أنا جيد يا عزيزتي، وأحتاج إلى شيء لذيذ. هل أنت غبي لهذا الحد؟ أنت تعلم عن ماذا أتحدث؟ أجل، أفهمك جيداً، حان وقت الخطة لها. إنني آمل أن تتفهم سيوزي كل ما نفعله. كل هذا من أجلها، نحن علينا أن نفكر من أجل بناتنا، صحيح؟ ابنتنا؟ هل أنت تشعر بأن إيما ابنتك؟ أجل، إنها طفلتنا أيضاً يا عزيزتي، وطفلها أيضاً فرداً من عائلتنا. هذا يعني أن إيما وطفلها سوف يبقون هنا لكي يعيشون معنا إلى الأبد؟ بكل تأكيد، آمل أن تكون جيدة. وأنا أتمنى أن لا نندم على هذا القرار أبداً. إيه، لقد قامت سيوزي بدعوتي إلى غرفتها، لا أستطيع أن أصدق هذا. كيفن، لماذا تسترخي؟ ما زال لدينا الكثير من العمل. لم أفهم، أي عمل هذا؟ ألن نرتاح هنا قليلا؟ أنت سوف تساعدني للاستعداد لمسابقة الجمال، هل فهمت؟ لقد فهمت، كيفن سوف يعود إلى عمله. أنا سوف أدفع لك جيدا. أرجوك دعينا نفعل هذا بدون نقود، أنا سوف أساعدك بدون نقود. حسنا، اعتبر أن أمنيتك قد تحققت، هيا دعنا نبحث عن فستان مناسب. هيا يا إيتان ساعدني، أي فستان سأختار؟ قل لي. ولا أي منهم. كيف؟ إنها أفضل الملابس لمسابقة الجمال. لا. في هذه الفساتين، أنا حصت على التاج في عام 1501. أنت لا تفهم أي شيء يا إيتان. ماذا؟ في أي عام تقولين؟ كم عمرك يا إيما؟ لا يجب عليك أن تسأل الفتيات عن عمرهن يا إيتان. حسناً، لا داعي لهذه الفساتين. إما ربما هذه الفساتين كانت موضة في ذلك الوقت وليس لهذا الوقت. وماذا نفعل الآن؟ أنت فتاة وبالتأكيد تحبين التسوق. مستحيل، إنني لا أحب هذا، فهو عقاب بالنسبة لي. لا تقلقي، هيا سوف أساعدك. أنا سوف أندم على هذا. كيفن، أوسكار قال أنه قد منحك عطلة، الآن ماذا تفعل أنت هنا؟ أعتقد أن وجهك ترتخى يا آنسة ليلى. كيفن، أنا سمعت صوت كيفن. عزيزي، كم أنا سعيد لأنك عدت. أنا أيضا سعيد برؤيتك سيد أوسكار. أنا لا أستطيع التخلي عنك، من الخطأ أنني أرسلتك. بشكل عام أنا لم أعد إلى العمل، أنا أساعد سيوزي. إنه ليس وقت العمل. أجل، إنه يساعدني. ماذا؟ لا، من الأفضل لو كان مكانه ذلك الفتى الغبي إيتان. أنا أوافقك هذا. أمي، أبي، أنا سوف أستعد لمسابقة الجمال، إما أن تساعدوني أو تذهبون من هنا. لماذا تحتاجين إلى هذا؟ فأنت بجميع الأحوال ملكة. أما أنت سوف نراقبك. والداك ليس سعداء لأنني أقوم بمساعدتك. الشيء المهم أن هذا يعجبني. هذا مستحيل، لا شيء يعجبني في هذا المكان. لماذا؟ انظري كم هذه الفساتين لطيفة ورائعة. لطيفة؟ أنا مصاصة دماء. لا بأس، أنا أيضا أتقن هذا. وأيضا لم أجد مقاسي لأن مقاس الفساتين صغير جدا، فبطني الصغير لن يتسع بها. أجل يا إيما، هذا ليس ذوقك، ولكن هل تريدي أن تفوزي؟ بالتأكيد. لذا هيا استعدي لتكوني الملكة الأولى على سيوزي والجميع. أنت على حق، هذا الفستان على مقاسك تماماً، جربيه. أعمل وأنا أتسع بهذا. حبيبتي جميلة جداً. جميل جداً، بكل تأكيد أنا من سوف يفوز في مسابقة الجمال. أوه يا إلهي، هل هذه أختك؟ إيما؟ مرحباً. لا أصدق، لقد عدت للتو من المتجر، اتضح لي أن التسوق لعمل شاق جدا. هل عدتم؟ ومن الجيد أنه لدي مساعدا جيدا، إنه حبيبي إيتان. أجل، هل تريدي أن تجربي ملابسا أخرى يا حبيبتي؟ أنا قادمة. حبيبتي؟ كيف؟ لماذا هي في هذه الملابس؟ من الواضح أن هذه الفتاة تريد أن تصبح مثلك. لكنها لن تنجح بفعل أي شيء. ماذا أفعل يا كيفن؟ لا أريد أن تفوز هي بهذه المسابقة. أولاً دعيها أن تزيل طرحتها. هل تعلم لدي فكرة جيدة؟ هيا بنا إلى غرفتي. أوه، تريد أن تبقي معي لوحدنا. أجل،
يجب أن أبدو مثل إيما. من إيما؟ أنا أريد أن أصبح مثلها. من إيما؟ كمصاصة دماء؟ لماذا تحتاجين إلى هذا؟ أنا سوف أصبح مصاصة دماء مزيفة والجميع سوف يحبني أيضاً. أنت لن تبدين كمصاصة دماء، أنت فتاة لطيفة. أنا متأكدة يا كيفن، ابدأ بعملك، سوف تنجح بهذا، واجعل مني مصاصة دماء حقيقية. إيما؟ مفاجأة، هذا مظهري الجديد، هل يعجبكم؟ هل هذه أنت؟ هل ما زلت مصاصة دماء حامل؟ ما هذا السؤال؟ فإذا كنت شخصاً عادياً فلن تهتم بأمري. لا 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 تقولي هراء يا إيما. أنت ما زلت مصاصة دماء وحامل، أليس كذلك؟ أجل، ألا ترون هذا؟ كم أنتم غريبو الأطوار. لقد كنت قلقاً أن لا يحدث حسب الخطة، وأنا خائفة من شيء يحدث ويفسد كل شيء. والآن بقي نقطة صغيرة من الدماء، انتهيت، لقد أصبحت كمصاصة دماء. رائع، لقد أحببت هذا. وأنا أيضاً. هل تعلم يا كيفن؟ وكأنني خلقت من أجل هذا المظهر. نعم، أنت تبدين كمصاصة دماء حقيقية، حتى أنا خائف قليلاً. هذا جيد، يجب أن يكون هذا، أنا مستعدة للحصول على ذلك التاج. ومتى تكون المسابقة؟ بقي أمامنا 3 ساعات. هذا جيد، يوجد لدي وقت للتمرن على الرقص. هيا بنا إلى الصاله. بالضبط، بجميع الأحوال لا يوجد أحد هناك، ويوجد مساحة أكبر من هذه الغرفة الصغيرة. هيا بنا، أنا أتمنى أن لا تعرض الأنسة بريتني. الكاميرا توضح أن جميع مصاصي الدماء على استعداد تام للمسابقة، هذا جيد، الخطة تسير بنجاح، سوف أتصرف الآن. ها هم مساعديني. أوسكار، هل يمكنك أن تستعد بسرعة؟ سوف نتأخر. المعذرة يا حبيبتي، أنا بدون كيفن لا أستطيع أن أجد جواربي حتى. وهل نسيت مدى أهمية هذا اليوم لنا؟ أجل، إنها مسابقة الجمال. وليس هذا فقط، نحن أيضاً قررنا أن نخبر ابنتنا عن السر الذي نخفيه عنها طوال هذه المدة، وعن حقيقة عائلتنا أيضاً، فنحن مصاصو دماء إيما. أذكر يا حبيبتي، اليوم سينتهي كل شيء. لقد انتظرنا هذا 16 سنة. أوه، ما من أحد هنا، أعتقدت أننا قد تأخرنا عنهم. هذا غريب، سيوسي وكيفن كان عليهم أن يكونوا هنا. ربما هي قد غيرت رأيها. لا، أنا لا أريد إلغاء هذه المسابقة، هل تعلم كم كان صعباً ارتداء هذا الفستان يا إيتن؟ أنا آسف. كل هذا بسببك، جربي هذا وكل شيء صغير. متى سوف ألد؟ كفى، لا تغضبي الآن. أوه، ها هم والداك. الآن سوف يبدأ كل شيء. ربما نتحدث مع إيما الآن. لا، أقترح أن نفعل هذا قبل أن تبدأ المسابقة. عن ماذا تتحدثون؟ بماذا تفكرون؟ هل نسيتم؟ إننا مصاصي دماء ونسمع كل شيء هنا. أنا ووالدك يجب أن نتحدث معك أنت يا إيما ومع سيوزي أيضاً. حسناً، بعد المسابقة. لا، أخبروني الآن، لا تقلقوا من أجل إيتن، فيمكنني أن أنسيه كل شيء. شي، ماذا تقصدي؟ هل قمت بسحري؟ انسى كل شيء سمعته الآن. نسيت. يا لها من فراشات رائعة. حسناً، القصة كلها كالآتي. ساعدوني. ماذا هناك؟ الصوت قادم من هناك، والصوت يشبه صوت كيفن. ولكن ماذا يفعل كيفن؟ ساعدوني أرجوكم. أنا متأكدة إنه هو بالضبط. ساعدوني. من أغلق عليه هنا؟ وأخيرا وجدتموني كيفن؟ لماذا تقفون؟ هيا فكوا وثاقي وساعدوا سيوزي. أين ابنتي؟ ما الذي حصل معها؟ هيا تحدث. إن المعلمة بريتني تتبع مصاصي الدماء وقد أمسكتها. ماذا؟ إنها تستعد للإمساك بي؟ أجل، وعندما سيوزي تنكرت بزي مصاصي الدماء قد أمسكت بها، وهذا بسبب. يوجد خبر جيد، هي ليست مصاصة دماء، لذا بريتني سوف تفهم خطأها وتدعها، تأكدوا. لا، وهنا تكمن القصة. سيوزي مصاصة دماء. ماذا؟ هيا ابتعدي عني الآن يا مجنونة، أنا سوف أصرخ. أصرخي كما تشائين الآن، سوف أقوم بإنهاء حياتك يا فتاة. ماذا حل بك يا آنسة بريتني؟ كل شيء على ما يرام، سأنتهي منك بسرعة. واضح أنك مصاصة دماء. ما بك، أنا بشر، أما أختي مصاصة دماء. تفاجأت أنني أعرف؟
أنا أتتبع مصاصي الدماء أمثاله. أتوسل إليك توقفي عن هذا، أنت حقا مخطئة، فأنت لست بحاجة لي. إنها نهاية سيوزي. لا، أنا لا أريد أن أصبح مصاصة دماء، لا أريد أن أصبح مصاصة دماء، لا. كم هذا لذيذ. أنا لدي الكثير من الأسئلة. أمي، أبي، أنا أريد توضيحاً الآن. الجميع بانتظار التوضيح. أنا لم أعد سيوزي. أعلم يا حبيبي، ولكن منذ متى وهي مصاصة دماء؟ أجل، لماذا هي وليس أنا؟ منذ متى وهي مصاصة دماء؟ منذ الولادة. هذا في دمها، وماذا يعني هذا؟ الجميع مصاصو دماء؟ حتى أنتم، وماذا عني؟ لا لا، كل شيء إلا هذا. أمي، أبي، قلوا شيئا غير هذا. ماذا؟ هل كنتم تحتاجون إلى إيما؟ هل هي أيضا ابنتكم؟ لا، ليست ابنتنا، فنحن حقا قمنا بتبنيها مع طفلها واعتبرناها هي وابنها فردا من عائلتنا هذه. عائلة واحدة، عائلة كبيرة ومميزة. وأنا أيضا من عائلتكم. هذا مستحيل، إن الجميع مصاص دماء إلا أنا. هيا ليقم أحد منكم بعضي. هيا يا كيفن، أحضر لنا عصيراً من الدماء الآن. ألم يكن ذلك عصير الطماطم؟ لقد سئمت منكم، هيا فعلوا هذا بنفسكم. حسناً حسناً، سوف أحضر لكم عصيراً من الدماء.